بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الكنترول اوف فنتيليشن، يعني طريقه التحكم في عمليه الفنتيليشن اللي هي انسبيريشن او اكسبيريشن او الانهيليشن والاكسهيليشن. طبعا ده بيتم بواسطه النيرف سيستم والايه الكيميكال او اللي بيسموه الكيمو ريسبتور. يبقى عندك حاجه مستقبلات كيميائيه ده احنا قلنا عليها، وفي كمان الريسبيراتوري سنتر الموجود في المخ. البريثنج ريت معدل التنفس ده اباوت 12 تو 20 فنتيليشن بير مينت، يعني كل دقيقه من 20 موجه، بقى من 12 ل 20 موجه من الانسبيريشن والاكسبيريشن. هاو وي كنترول ريسبيراتوري ريت؟ انزا مظله اوبلونجاتا موجود في المناخ المستطيل، هتلاقي فيه تو مين ريسبيراتوري سنتر. This respiratory center sends out impulses توصل نبضات عن طريق النيرفز طبعا مختلفة إلى الديافرام والإكسترنال انتركوستال ماسلز، اللي بتعمل إيه؟ بتحفز على طول العضلات عشان تنقبض عشان تسبب عملية الإنسبيريشن. طيب لو الريسبيراتوري سنترز دي stop sending signal على طول الديافرام والريب كيج طبعا هيحصل لهم إيه؟ يستعيدوا تاني resumes its dome shape وتبدأ عملية الـ expiration process، تبدأ عملية الـ إيه الزفير. الرسمة دي رسمة وتوضح لك إن الجزء اللي هي الجزء اللي ناحية اليسرى ده هو اللي بيوضح لك عملية الـ إيه الـ inspiration. فأنت عندك هنا الموتور باثواي اللي هي المسار الموتور اللي هي ascending يعني from the spinal cord أو from the medulla oblongata to the from the respiratory center to the diaphragm and to the external intercostal muscles عن طريق الكلام ال intercostal nerve أو عن طريق ال phrenic nerve اللي رايح للديافراجم. طول ما في سندنج نازله كده بالشكل ده، طول ما يحصل فيه كونتراكشن للديافراجم ويحصل فيه للاكسترنال انتركوستال ماسلز، وبالتالي ده بيتحرك لاسفل وده بيتحرك لاعلى ويزود الانكريز لثراسيك كافيتي، وبالتالي يحصل الاير راشن او راشز ان، يعني يبدا ينسحب للداخل ويدخل لجوه. طب لو حصل هنا ستوب لسندنج ل الامبولسز، وبالتالي يحصل ايه ريلاكسيشن، يستعيد تاني ده الشكل الايه الدوم بتاعه شكل اللي هو المخروط ده كده، ويرجع تاني الايه الثراسيك كافيتي عن طريق الانتركوستال ماسل. لما يحصل لها ريلاكسيشن توصل للشكل الطبيعي، وبعد تاني يزيد الضغط يرفع يحصل ايه الاكسبيريشن. والاكسبيريشن برضو بيشارك فيه هنا الفاجاس نيرف بسبب العصب الحائر ده، وده سنسوري نيرف، وجزء تاني من الريسبتورز الموجود ده اللي هو الاستريتش ريسبتورز الموجودة في جدار الايه الالفولاي، تبدا يحصل لها ايه ارتخاء، وبالتالي تؤدي الى انقباض الايه الالفولاي واللونج ده عشان تبدا تدفع الهواء الى الخارج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.